أنا لسنا بحاجة للنوم، إلا أنه من الجيد أن أخذ استراحة من كل شيء للحصول على بعض التنوع. أنا متأكدة من أنه لديك. أوه، انظري، لقد حصلت على واحدة بالفعل. أنا ما زلت لا أفهم أي شيء بخصوص المغامرات. لما تقومون بفعلها بشكل عام؟ لما لا تحاولون إيجاد طريقة للرحيل؟ عادة ما نفعل هذا لأول مرة، لكن بعد فترة ستدركين أن مغادرتك شيء مستحيل، ولحاقك لهدف بعيد المنال سيصيبك بالجنون قليلا، ومع الوقت ستبدأين بالتساؤل عن مغزى أي شيء وتنسين هويتك تماما ولما أنت على قيد الحياة. وعندما تصلين إلى نقطة الانهيار شيء فظيع جدا. لكن هذا ليس شيئا علينا التعامل معه اليوم. المغامرات تمنحنا شيئا للقيام به مما يحافظ على صحة عقولنا. الحمد لله ان كل هذا حلم، أليس كذلك بومي؟ لما نحن هنا مجددا؟ ما الذي نفعله بالضبط؟ نحن نطمئن على صديقنا. ها، ربما ليس في غرفته. أتمنى أن يكون بخير. لا تقلق يا وجه الدمية، لدي مفتاح هنا. مهلا، أنت لا يجب عليك أن تحصل على مفتاح غرفة أي شخص. لا، لدي مفتاح لكل مكان وأنتم بخير. بالمناسبة أعتقد أني شفت شيء ما في غرفتك. أنت لا تخافين من لا فقريات، أليس كذلك؟ جاكس، هذا هو خوف الوحيد. لما فعلت هذا؟ ماذا؟ يمكن أن يكون شيء غير متعلق بالذي تركته، لن تعلمي حتى يفوت روان. لقد جن جنون كوفنو، سيكون الأمر على ما يرام. هذا